هلا وسهلا، مرحبا. اليوم ما فيه رموز احلام، فيه اليوم فايده لابن القيم الله يجعل عظامه في الجنه. قال كلام جميل 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 جدا يا اخي. يقول الخوافي للخوافي. شلون؟ ايش يقصد؟ يقصد ان مرضك الذي لا يعلمه الا الله عز وجل اجعل له صدقه خفيه لا يعلمها الا الله. داوم مرضاكم بالصدق، يقول عليه الصلاة والسلام. فقرك وتعففك وتكففك عن الناس الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل اجعل لها استغفار لا يعلمه إلا الله عز وجل. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كربك وهمك الذي لا يعلمه إلا الله اجعل له دعوة، دعوة مضطر لا يعلمه إلا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فالخوافي للخوافي، وأبشر بالخير من الكريم الرحمن الرحيم. ذلك الذنب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يجعل له توبة بينك وبين الله عز وجل. والمكان الذي عصيت الله عز وجل فيه اعمل عمل صالح في نفس المكان، لأن المكان يشهد إما بخير أو بشر، فشهد عليك بشر خله يشهد عليك بخير. نعم، يومئذ تحدث أخبارها. عرفت شلون؟ والله عز وجل يقول أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فكل شيء خفي اعمل له عمل خفي. أسأل الله أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال والأقوال.